الحمد لله الحمد لله بيده الخير وهو على كل شيء قدير قائم على كل نفس بما كسبت يوفي كلا بما عمل ولا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتِ من لدنه أجرًا عظيمًا. أحمدُ ربي وأشكُرُه على فضلِه الكبير، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العليمُ الخبير، وأشهدُ أن نبيَّنا وسيِّدَنا محمدًا عبدُه ورسولُه البشيرُ النذير والسِّراجُ المُنير. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدِك ورسولِك محمد، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدِك ورسولِك محمد المبعوث بالكتاب المُنير، وعلى آله وصحابته الذين أعزَّ الله بهم الدين وأذلَّ بهم الشرك الحقير. أما بعد، فاتقوا الله بالمسارعة إلى الخيرات ومجانبة المحرمات، تفوز بأعلى الدرجات وتنجو من المهلكات. أيها المسلمون، إن الله وعدكم وعد الحق، ولا خلف لوعده ولا معقب لحكمه. وعد عباده الطائعين بالحياة الطيبة في دنياهم، ووعدهم بأحسن العاقبة في أخراهم، يحل عليهم رضوانه ويمتعهم بالنعيم المقيم في جنات الخلد مع النبيين والصالحين الذين اتبعوا الصراط المستقيم. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال عز وجل: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، أي لو أنهم آمنوا بالقرآن وعملوا به مع إيمانهم بكتابهم من غير تحريف له لأحياهم الله حياة طيبة في الدنيا، وأدخلهم الله جنات النعيم في الأخرى. وقال سبحانه في ترغيب نوح عليه السلام لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها. قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفسي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. رواه البخاري. والحديث يدل على أن الله تعالى بلطفه وكرمه ورحمته وقدرته يتولى أمور عباده الطائعين، ويدبرهم بأحسن تدبيره في حياتهم وبعد مماتهم. ووعد ربنا
ووعد ربنا حق لا يتخلف منه شيء. قال سبحانه: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وقال عز وجل: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ووعدهم الحق في آخرتهم بقوله تبارك وتعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. ذلك هو الفوز العظيم. والمؤمنون يشاهدون ما وعدهم ربهم في حياتهم الدنيا، ويتتابع عليهم ثواب الله، وتتصل بهم وتترادف عليهم آلاء الله، كما قال عز وجل: فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. وسيجدون في الآخرة الأجر الموعود والنعيم الممدود. قال سبحانه: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. وكما وعد الله المؤمنين الطائعين، توعد الكفار الجاحدين والعصاة المتمردين، وما أنذرهم به من العذاب واقع بهم. قال عز وجل: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وقال سبحانه: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وحياتهم في الدنيا أشقى حياة. قال عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ولو أعطوا الدنيا، وقال تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقد ابتلي الإنسان بما يصرفه عما ينفعه ويوقعه فيما يضره ابتلاءً وفتنة تثبِّط عن الطاعات وتزيِّن المعاصي، ليعلم الله من يجاهد نفسه ويخالف هواه ممن يعطي نفسه هواها ويتبع شيطانه، فيفاضل بين المهتدين بالدرجات، ويعاقب أهل الأهواء الغاوية بالدركات. قال الله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقال عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالنفس من أعدى الأعداء للإنسان، ولا يدخل الشيطان إلا من بابها. قال الله تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وقال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. وقال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والنفس بما تتصف به من الجهل والظلم تبعد صاحبها عن التصديق بوعد الله، وتثبطه عن الاستقامة، وتنحرف بالإنسان عن الاعتدال. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فمن عرف حقيقة نفسه وما طبعت عليه علم أنها منبع كل شر ومأوى كل سوء، وأن كل خير فيها ففضل من الله من به عليها لم يكن منها، كما قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا
انتهى. ولا تسلم، ولا تسلم النفس من الجهل إلا بالعلم النافع الذي جاءت به الشريعة، ولا تسلم من الظلم إلا بالعمل الصالح. ولا بد للمسلم أن يرغب إلى الله تعالى دائما ويدعوه لصلاح نفسه. عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. رواه مسلم. وروى الترمذي من حديث عمران بن حصير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم حصينا كلمتين يدعو بهما: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. فإذا لم تتزكى النفس وتتطهر بالعلم الشرعي والعمل الصالح استولى عليها الجهل والظلم واتحدت مع الهوى، فكذب صاحبها بوعد الله واتبع الشهوات فتردى في دركات الخسران والعذاب والهوان وخسر الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وإذا زكيت النفس وطهرت بالعلم النافع والعمل الصالح تحولت إلى نفس وإذا زكيت النفس وطهرت بالعلم النافع والعمل الصالح تحولت إلى نفس مصدقة بوعد الله، مطمئنة منيبة إلى ربها، تبشر بالكرامة عند الموت. قال الله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقاطع سبل الخير والداعي إلى كل معصية وشر عدو الإنسان الشيطان الرجيم، الرجس النجس نعوذ بالله منه، جعله الله تعالى فتنة للمكلفين. من أطاعه كان بأخبث المنازل، ومن عصاه كان بأفضل المنازل، لذته وسروره ونعيمه في الغواية والإفساد. يدعو الإنسان إلى التكذيب بالوعد والوعيد، ويزين له المحرمات، ويصده عن الفرائض والمستحبات، ويعده الأمان الباطلة، ويغره بالوسوسة الخبيثة. قال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال سبحانه عن إبليس أنه يخطب أتباعه في النار، وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. وللشيطان مع ابن آدم سبعة أحوال، فهو يدعوه إلى الكفر والعياذ بالله، فإن استجاب الإنسان فقد بلغ منه الشيطان الغاية وضمه لحزبه، وإن لم يستجب للكفر دعاه إلى البدعة، فإن نجا من البدعة بالاعتصام بالسنة والمتابعة للكتاب والسنة دعاه إلى الكبائر وزينها له وسوف له التوبة، فتمادى في الكبائر حتى تغلب عليه فيهلك. فإن لم يستجب له في الكبائر دعاه إلى صغائر الذنوب ويهونها عليه حتى يصر عليها ويكثر منها، فتكون بالإصرار كبائر فيهلك لمجانبة التوبة. فإن لم يستجب له في الصغائر دعاه إلى الاشتغال بالمباحات عن الاستكثار من الطاعات،
وشغله بها عن التزود والاجتهاد لآخرته، فإن نجا من هذه دعاه إلى الاشتغال بالأعمال المفضولة عن الأعمال الفاضلة لينقص ثوابه، فإن الأعمال الصالحة تتفاضل في ثوابها. فإن لم يقدر الشيطان على هذا كله، سلط جنده وأتباعه على المؤمن بأنواع الأذى والشر، ولا نجاة من شر الشيطان إلا بمداومة الاستعاذة بالله منه، ومداومة ذكر الله عز وجل، والمحافظة على الصلوات جماعة، فهي حصن وملاذ ونجاة. وبالتوكل على الله، ومداومة جهاد هذا الشيطان، والتحرز من ظلم العباد. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ومما يصد عن الحق والاستقامة والخير حب الدنيا والرضا بها من الآخرة، وجمعها من حلال وحرام، والركون إليها ونسيان الآخرة. قال الله تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. والدنيا عدوة الإنسان، إذا استولت على قلبه فاشتغل بها وأعرض عن عمل الآخرة، فأكثر أهل الأرض آثر الدنيا. قال الله تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال تعالى: وويل للكافرين من عذاب شديد، الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. ولا نجاة من شرها وضررها ولا وقاية من سوء أحوالها إلا باكتساب مالها بالطرق المباحة المشروعة، وبالتمتع فيها بما أحله الله من غير إسراف وبذخ وتبذير، ومن غير استعلاء وتكبر على الخلق، ومن غير فرح وبطر بها. ولا يستطيل بقوتها على حقوق العباد، ولا بد أن يعلم حقيقتها، وأنها متاع الغرور، سريعة الزوال، متقلبة الأحوال، وأن يتذكر هذه الحقيقة دائما، فذلك صلاح قلبه. عن المستورد الفهري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بماذا يرجع. رواه أحمد والترمذي وابن ماجة وابن حبان. وأن يكون على وجل من شرها وعاقبتها، وأن يحذر من أن يقول له الشيطان: إنما أعطاك ربك هذه الدنيا لفضلك ولعلمك بوجوه المكاسب كما غر قارون بهذا، فكانت عاقبته ما قد علمتم. وأمر مهم يجب عليه فيها، وهو أن يؤدي حق الله فيها، ويؤدي فيها حقوق الخلق الواجبة، وهي أداء الزكاة والنفقة على الأهل والأولاد والضيف، ومساعدة المحتاجين، والنفقة في أبواب الخير بإخلاص من دون رياء ولا سمعة ولا طلب محمدة، فالرياء يفسد العمل. وكان الصحابة الكبار لهم أموال وهم أزهد الناس في الدنيا. قال أبو سليمان: كان عثمان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما خازنين من خزان الله بأرضه، ينفقان في طاعته، وكانت معاملتهما لله بقلوبهما. وفي الحديث: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس.
رواه ابن ماجه من حديث سعد من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. والزهد فيما عند الناس ألا يتعدى عليهم ولا يظلمهم في حقوقهم ولا يتمنى زوال النعم عنهم وأن ييأس مما في أيديهم. ومن أعظم الزهد الممدوح ألا يحب الترفع في الدنيا. قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين وقوله القويم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والمسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله لربي الحمد في الأولى والأخرى، له الأسماء الحسنى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نصفه ونثني عليه بصفاته العلى، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله المصطفى. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمدٍ وعلى آله وصحبه الأتقياء. أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى وتمسَّكوا بدينه الأقوى. عباد الله، إن ربنا قال: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وفي الحديث: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. حديث حسن عن شداد وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: إن للملك لمة بالقلب، فلمة الملك تصديق بالوعد وتصديق بالحق، وإن للشيطان لمة بالقلب، فلمة الشيطان تكذيب بالوعد وتكذيب بالحق. والمسلم عليه أن يحاسب نفسه ويقيمها على الصراط المستقيم، ويحذر من كيد الشيطان ومن هوى نفسه ومن الاغترار بالدنيا، فإن متاعها قليل. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين برحمة بأنك على كل شيء قدير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله وما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا والمسلمين في الدين، اللهم فقهنا والمسلمين في الدين، اللهم اكشف كروبات المسلمين، اللهم اكشف كروبات المسلمين، واكشف الشدائد يا رب العالمين التي نزلت بالمسلمين. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واجمعهم على الحق برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام أن لا تكلنا إلى نفس أنفسنا طرفة عين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، يا أرحم الراحمين ويا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم نفس كرب المكروبين، اللهم واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعذنا وأعذ ذرياتنا من إبليس وجنوده ومن إبليس وذريته يا رب العالمين وأوليائه، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم احفظ بلادنا من كل شر ومكروه، واحفظ جنودنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم أكف بلادنا شر الأشرار وكيد الفجار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك، وأعنه على كل خير يا رب العالمين. اللهم وفقه للرأي السديد والعمل الرشيد، وأعنه على ذلك إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق ولي عهده لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك، اللهم وفقه للرأي السديد والعمل الرشيد، إنك على كل شيء قدير. اللهم وانفع بهما الإسلام والمسلمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.